Fucking with me, call up on a OC and show up, man, then they shut down. I've been fucking awesome, popping fearless, man, I feel it's like a rock star. التوقف اللي كان بحكم مشاركة المنتخب الوطني المغربي المحليين اللاعبين والفرق والمسيرين والمدربين إذن هي الأسماء الأساسية في صفوف فريق الجيش الملكي اليوم كرة لعناصر الجيش الملكي عام وبوسليم يعني الأرصفر هذا الموسم اللي كان فيها أهداف وغزارة الأهداف كرة ممتازة هدف أول الحديث عن الأهداف وغزارة الأهداف يأتي من خلال الهدف الأول الذي نشوفه في اللحظة الماضية الانطلاقة والبداية نعم هذه أحلى بداية وأحسن بداية من جانب عناصر فريق الجيش الملكي الكرة ملعوبة رضا يا رضا سليم يا رضا نعم مباراة اليوم كرة ممتازة بن حليب بن حليب تصويبة ممتازة الاسم السابق في صفوف فريق الجيش الملكي كرة ممتازة ممتازة الإنسان ولكن مشاب الكرة ديالو تصويبة بالرجل اليسرى سرع بعد الشيء ردة الفعل السريعة خاصة على مستوى الرياكسيون في الساعة يقدم دوره بشكل ممتاز أمامية الكرة داخل منطقة ينطلق بن حليب يمشي بن حليب محمد بن حليب يحافظ على كورته تمريرة ممتازة ولكن مرتية البحث عن الدخول داخل منطقة الجزاء تصويبة ممتازة ينزل كورته لناح يبحث عن التصويبة والتمرير يختار تمريره الجيش الملكي كرة ملعوبة على مستوى الخط الأمامي فرصة من الشباشي والماء يحبس في دفاع الرجاء كرة ممتازة محاولة الاختراق الرياضي عانى معاه الياس الحداد في اللقطة الماضية وب يعني كرة داخل منطقة الجزاء راسية ممتازة راسية ممتازة الدودي يلعب هذه الكرة قوية جدا كرة رجوية ممتازة لأيوب لناح منطقة الجزاء تغطي من جانب الدفاع راسية داخل منطقة الجزاء كرة ممتازة كرة ممتازة فرصة قريبة جدا قريبة جدا من القائمة السكحة اللي يلعب تمرير جانبية عرضية والأسرع هذه فرصة من جانب عبد الله حفيد داخل منطقة الجزاء فرصة ما بن مالونغو يضع الكرة في المرمى معلما عن هدف تعات كرة من عبد الله حفيد نشوف الطريقة في داخل منطقة الجزاء الحدادي اللي هو راح نشوفه دائما مع يوسف النصيري صفر من قبل حكم المباراة الكبرى هنا استحقاق كبير للوباتيك النقل الى سوسو اللي حولها ولكنها تدرس على قائمة البدلاء كرة تسديدة جول سوسو يتقدم قوة الهجومية الضاربة في فريق اشبيليا وبعد الريال وبعد برشلونة في الوقت الحالي هو رابع الدوري هنا كاس العالم قالوا له روح درب ريال مدريد انتهى الموضوع قريبة منك احساس اللاعب انه اللي يلعب في مدينتي اللي عنده 13 هدف جماهير وصلت الكرة لمصلحة بروسيا دورتموند بروسيا دورتموند لكن الى صفر من قبل حكم المباراه السيد داني ماكيلي الهولندي ثم هذه اللقطه هولند اللي مرر تبدو الكره خطيره التسديد بينيه عنده هدفين بعدد اقبل من اقل من المباريات بالتالي يسجل هدف التعادل لمصلحه السلام على اللاعب العربي المولد من سوريا العزيزه لاعبكم اي اصوله عربيه ميلاده في واحد واحد كنت اتحدث عن اكثر يعني 700 واشبيليا اعتقد في هذه الدقائق الى هولند هولند يتقدم جول جول هولند يتألق هولند يتألق ويصنع هدف ويسجل ممكن الثالث ممكن الثالث 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 لبروسيا دورتموند
دورتموند في مرمى أشبيليا في أشبيليا. وحدث ما كنت أتحدث عنه قبل قليل، وأتى الهدف الثالث ويتألق هولاند ويسجل الهدف الشخصي الثاني. لاعب مهاري، حيوية، الشباب، السرعة، الانطلاقة، لعب تأخر بالتبديل. لاعب انت معي هو أبقى منير الحمد، ولكن اللي هاجم الآن أشبيليا. اللعبة تكون 3-2، تكون 3-2. أدين دو هو قائد الفريق الآن، والركنية لمصر سريعة جدا. تبدو الكرة في غاية الخطورة لمصر، تظل النتيجة 3-1. الركنية اللعبة يبعدها الكرة ما في شيء. مرة أخرى أشبيليا يفك الكرة، وصلت في الجهة اليسرى، اللعبة أيضا الكرة مقطوعة. أتمنى يعني إذا ما انتهت المباراة بهذا الشكل ياسين بونو تكون مباراة للنسيان، لأن تلقى 3 أهداف يوسف النصيري ما ظهر. والتسديدة، الله، حلوة 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 التسديدة، وردة فعل ممتازة من حارس المرمى هيد، ينقذ مرمى بروسيا دورتموند من الهدف الثاني. تسديدة قوية فيه تركيز عالي، لحمرر وبروسيا دورتموند، والتسديدة قوية قبل لا شيء. وصلت الكرة سريعة، جول جول لمصلحة أشبيليا. ديونغ يسجل الهدف الثاني في وقت الحقيقة مقبول، ولو أنه متأخر لكنه مقبول. ديونغ يولع المباراة، صارت 3-2. لقطة خطيرة جدا، لا زالت خطيرة. لأن الأسبان فخورين، ينقلها أمام المرمى والتسديدة مرة أخرى، التقدم حاضر. A jugar entonces el primer partido de octavos, la Vecchia Signora intentando puntuar al menos en su visita a Porto. Comienza este viaje. Jugó para Szczesny, el polaco se plantó ante Taremi, ante Medí, y va saliendo con Bentancur. Cuidado, Taremi, ¡gol! ¡Gol del Porto! Vaya salida terrestre, vaya error entre Szczesny y Bentancur. Vaya gol de Taremi. El iraní empieza a sumar en el partido. Porto seguro en el comienzo. Porto ganador. Porto aprovechador de esta falla. Porto 1, Juventus 0. Ahí hace un golpe de vista. El pase realmente es corto. Es muy arriesgado. De Bentancur, ahí está Chiesa. La marca de Mateus Uribe. Tocado el colombiano, bien por Mateus en la primera recuperación. Habrá tiro libre para el Porto. Un equipo que, como decía Diego Latorre en el comienzo, pierde demasiado en los partidos claves. El centro pasó a Alexandro para Chiesa. El rebote. Posición decidida del Porto que da resultado. Sergio Oliveira con la zurda. Peligrosamente rebotó esa pelota. Cuidado. Habrá tiro de esquina en favor del Porto. Se interpuso De Ligt, pero está pensado el partido así, ¿no? Así. No hay ninguna duda. Va Cristiano. Úpale con todo Mateus Uribe. Otra vez. Otra vez. Hay infracciones, claro, al salir con el Tancura a la zona caliente, iba De Ligt, empujaba De Ligt. Qué bien Rabiot y qué bien Marchesín. La voltereta de Rabiot, la llegada de Marchesín, voló y voló el arquero para evitar el empate de la Juve. Juega Danilo para McKenny, sale Marchesín sin inconvenientes, se la quedó el 1. Estaba pensando en la última visita de Cristiano Ronaldo. La tiene Chiesa, nuevo centro de Chiesa para Cristiano. Anticipó de mirada Cristiano. Se la venta el turco, habrá tiro de meta para el Porto y para Marchesín. Siempre forzado, jugadas fáciles de advertir, muy predecible. Y es complejo para la Juventus en la jornada de hoy. Está perdiendo el equipo de Pirlo. El gol lo hizo Taremi. No como en Mbemba, que no sabemos. Tocó para Uribe. El juego otra vez para Wilson. Se proyectó Manafá. Progresó Marega. ¡Gol! ¡Gol!
momento se proyectó Manafá, fue Wilson y naufragó la defensa de la Juve porque Marega tuvo comodidad en zona de confort. Sí, Marega marca el segundo del Porto, más seguro que nunca la victoria. Ahora 2-0. Solo del Porto es. Ahí está Cristiano Ronaldo. Finalmente despachó un remate que atajó Marchesín, bloqueado el disparo de Cristiano. Pepe va Chiesa, buena para Kulusevski, sale Marchesín. Uribe regresando de bombero. Taremi, no. Abierto Marega, Sergio Oliveira. Tapó Szczęsny, la tuvo con claridad Sergio Oliveira, que habitualmente no falla. Qué pasividad, sí. Cómo retrocedieron todos, ya no había más por dónde retroceder. El pase para Bentancur, le puede pegar, le pegó Bentancur. Nada, nada, nada. Alta y afuera, pero al menos una prueba de media distancia. Tal cual. Y para él, sobre todo, que tuvo que soportar. Para Corona, Corona que se trabó, chilena de Corona. Szczęsny, Szczęsny, Szczęsny. A ver qué vio del Cerro Grande, había fuera de juego. Parecía. A ver. Acá. Aparentemente. Ronaldo que no se resigna. Buena de Cristiano. Chiesa, rebote. Sanusi, pero antes un fuera de juego. Igualmente Diego se sigue aproximando al equipo de Pirlo. Bueno, un poco. Cristiano, pero más lejos. El centro pasado entró Chiesa. ¡Gol! ¡Gol de la Juve! El hagamos un gol, facciamo un gol, llegó y lo hizo Chiesa, sí, Fede Chiesa por ahora.